كل كباتننا الكبار يا ابو مسلم خلال الفتره من واحد ما من اول ما بدا يلعب كره قدم لغايه النهايه، كل الكباتن يقول لك الجمهور ده فوق دماغك، يشتمك ماشي، يشجعك ماشي، يقف معاك ماشي، ما يقفش معاك ماشي، يوقفك في الشارع يقول لك مش، يوجهك تقول له حاضر. هو ده الجمهور اللي احنا دايما يعني اللي عملك نجم مين؟ ما هو الجمهور طبعا، سواء هنا او هنا، خصوصا جمهور النادي الاهلي. وبالتالي الجمهور ده محتاج ان انت مهما يعمل لازم تبقى دايما اعصابك في ثلاجه، لان الجمهور ده هو اللي بيطلعك السما. اكيد، ما هو خلينا لك احنا بنتكلم في نقطه، احنا بنيجي فتره الجماهير كلها بنحب يعني بتفرحها وبتيجي جماهير، انت على طول كسبان وعلى طول يعني كره القدم فيها خساره وفيها مكسب وفيها هزائم، بس خلي بالك دي كلها تجربات وخبرات. فلازم لما اكون انا بكسب بقدر اتعامل ازاي، ولما بخسر بكون ازاي، ولازم خلي بالك الجماهير دي نمره واحد، ده نمره واحد على مدى الحياه كلها. احنا كنادي الاهلي جماهيرنا هي روح النادي الاهلي، هي الموجوده، فلازم انا بقدر اشيلها في كل حاجه، بس خلي قدامي كادر كده زي ما احنا كنا اتعودنا عليه، اسم النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي. اللي انا كل واحد فينا بيتحرك بهذا الشكل، ان انت عندك تشتغل باسم النادي الاهلي او بس يعني انت ما بتمثلش نفسك كابتن اسلام، انت بتمثل النادي الاهلي، بتمثل المؤسسه الكبيره اللي كان الكبير الموجود في افريقيا كلها. فلما اجي اعمل طلب او اجي اعمل مشكله احط قدامي حاجه زي كده برجع تاني انت النادي الاهلي، ما ينفعش تسيل النادي الاهلي او حد منظومه في موجود في النادي الاهلي، بالذات في الاخر يقول لك ده اسلام شاطر ده كان في النادي الاهلي. حتى بعد ما بطلنا كوره لازم تحافظ على منظرك بشكل كبير عشان انت منتمي للمنظومه الموجوده ديت. مظبوط. وده في البعض برضو بيسالني يقول لي ايه يا كابتن اسلام، هو انت ليه ما بتردش على فلان الفلاني اللي بيشتمك مثلا في قناه كذا، او ليه ما بتردش على بنفس الاسلوب؟ اقول لهم يا جماعه صدقوني انا بتعامل باسم النادي الاهلي، وبتعامل ان انا بشتغل في قناه النادي الاهلي، وبالتالي كل كلمه الواحد بيقولها بيبقى حريص بيحاول على قد ما نقدر. يعني انا اسف جدا يا جماعه، انا في كلام كتير جدا ما اقدرش اقوله لانه هو جوايا ونفسي اقوله وكل حاجه، ولكن ما اقدرش اقوله لان احنا عندنا حاجه اسمها مبادئ النادي الاهلي، وعندنا حاجه اسمها ان النادي الاهلي ده احنا عايشين في خيره وعايشين في المبادئ اللي احنا دايما وبنعلم ولادنا من خلال الكلام ده. يا ابو مسلم، ما دي اللي انا بتكلم فيها، حتى لما كنا احنا كابتن اسلام زمان كنا بنتكلم نقول لما النادي الاهلي هيجي حتى يسالك على لعيب او حد يسالك يعني من الناس عايزين نجيب كذا، ايه رايك اخباره ايه، اللعيب كويس معاك في المنتخب، تقول له ده شكل النادي الاهلي شكلنا ولا لا، بيقول لك ده شكلنا ولا لا. فالنادي لعيب النادي الاهلي او موجود لا يعني ايه شكلنا ولا لا، ما هي مهمه شكلنا يعني او لا، دي تحت تحطها تحتيه 100 خط. اللي هو اولا سلوكيا يصلح النادي الاهلي، فنيا يصلح النادي الاهلي، تاني حاجه بتاع مشاكل او 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 السروج الخارجي عامل ازاي، سلوكيا عامل ازاي. فدي كلها خلي بالك دي كلها بتحط تحت منظومه كره قدم. ممكن اجيب لعيب فني جامد جدا بس السلوكيات بتاعته ومشاكله الموجوده بتعمل بتدخل النادي الاهلي، اسم النادي الاهلي او اسم النادي الاهلي او المنظومه في حاجه مش اللي هي الموجود ما يبقى موجود فيها، يعني مش المكان اللي هو مش مسموح بيه. فده اللي بنتكلم فيه، اسم النادي الاهلي كبير، فلما تخش النادي الاهلي او تلبس فنيه النادي الاهلي لازم تبقى حافظ او على قد ثقه الكيان اللي انت موجود فيه. ما ينفعش، ما انت قلت نقطه مهمه جدا اللي احنا ممكن نرد وممكن تتكلم في كل حاجه. على فكره ما انا لسه كنت وانا بتكلم كنت بقول هذا الكلام يا ابو مسلم قبل ما انت تخش على طول، قلت يا جماعه قله الادب ما فيش اسهل منها، سهل جدا ان احنا نطلع طبعا. يعني نتكلم بطريقه غير لائقه، يعني حتى كلمه قله ادب دي الواحد مش عايز يقولها طبعا. احنا ممكن سهل جدا نطلع نقول ونتكلم بطرق كتيرة جدا جدا جدا، لكن احنا الحقيقة داخل قناة النادي الاهلي، بلاش قناة النادي الاهلي، حتى الواحد لما بيشتغل بره قناة النادي الاهلي ما بيعرفش يعمل كده، لان انت عشت وتربيت داخل هذا النادي. ما انا بقول لك يا استاذ اسلام، انا بقول لك احنا تربية حاجة تربية النادي الاهلي، ما ينفعش ترد حاجة زي كده. انا مثلا مش موجود دلوقتي في النادي الاهلي في اي حاجة، بس انا اسمي احمد ابو مسلم، كنت بلعب في النادي الاهلي، فما ينفعش خدت بطولات مع النادي الاهلي، خدت بطولات مع النادي الاهلي، عشت جوه النادي الاهلي، عشت جوه النادي الاهلي، انا اصلا من ناشئين النادي الاهلي وعندي 8 سنين. فانا ما ينفعش حتى وانا بطلت كوره كده ما ينفعش اسوء يعني اسيء لاسم النادي الاهلي او كان انا موجود، يعني انا مش موجود في اي حاجه، اي كادر موجود في النادي الاهلي، بس انا محافظ على اسمي، محافظ على الكيان اللي انا موجود اللي انا منتمي ليه. فبغض النظر انت موجود جوه النادي الاهلي او مش موجود النادي الاهلي، اسم النادي الاهلي كبير، فما ينفعش اي حاجه تدخلك او تمشي ورا مهاترات تدخلك في طريق تاني خالص، بطريق مش اللي هو احنا متعودنا عليه او تربيتنا اللي احنا متعودنا عليها. يعني احنا دايما بتلاقي بعض من لا يشجع النادي الاهلي يقعد ايه يقول لك اصل ده ويقل في ادبه ويشتم في كذا ويعمل في كذا ودخل، وتلاقينا احنا طالعين دايما بنتكلم بمنتهى التوازن وبمنتهى على قد ما نقدر، يعني احنا اتربينا على كده، الواحد ما بيقابل ما بيقدرش، لكن دايما بتحط اسم النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي فوق دماغك، لانه
هو ده اللي احنا هو ده هو صاحب الفضل علينا هو طبعا. ده صاحب الفضل. بمناسبه ان هو ده صاحب الفضل يعني انا هربط الكلام اللي كابتن احمد ابو مسلم بيقوله بالاخلاق والسلوكيات. الاخلاق والسلوكيات من خلال اراء جمهور النادي الاهلي في كابتن احمد ابو مسلم، وهنرجع نكمل تاني لانه مهم جدا نعرف